خير؟ شو في سلطانة؟ هذا المكان اللي بالرسمة كتير مألوف، مثل المكان اللي خلقت فيه، مثل بلدي يا هيجة. الصيف خلص، والخريف صار على البواب. بس لما تكون جنبي يا عمري بتكون كل الدنيا عندي ربيع. اليوم بكفي اللي رسمتيه.
منبقى منكمل بعدين. حروح على جناحي لحتى اقرا شوي. انت شاطرة كتير بالرسم. من وين بتعرفي هذا المكان؟ رسمته من خيالي يا سلطانة، ما له مكان حقيقي. سلطانة، أخذت التدابير ما؟ مثل ما تعودنا يا سلطانة، ما حدا هون رح يلاحظ غيابك. جورجوز أغا بعدته على السوق، والأغوات كمان أبعدتهم. أحسنت. مولاتي السلطان، سلطانة أنا جاهز لخدمتك وتحت أمرك دائما. سمو الأمير عثمان بيسمع كلامك وبيحترمك يا عمر. هالشي أكيد، أنا والأمير علاقتنا منيحة وبيسمع كلمتي. إيه عال، لازم كمان تسيطر على جنات وتخليها بصفنا، وهيك بتكون قسم صارت لوحدة بدون مساعدة، ولازم كل واحد بيطيع يتركها ويتخلى عنها، وإذا بقي حدا واقف معها رح يدفع ثمن هالشي. ادخل جنات. شو ما فرحت لأنك شفتني؟ يعني معقول هالحكي يا جنات؟ خير، شو الموضوع؟ اليوم السلطانة قسم معصبة كتير، طلعت مع سمو الأمير وما خبرته وما أخذت إذنه. يعني كأنك ما بتعرفي أميرنا، كالعادة فجأة بيقرر يطلع من القصر. شو لسه ما حكيتي مع السلطانة؟ إمتى بدك تعطيني البشارة؟ ما صار لي فرصة يا عمر. ما تعبتي جنات، نحن من حقنا إنه نبني بيت ونعمل عيلة، ما هيك؟ بعدين انت ما مليتي من خدمة السلطانة؟ والله لو انها بتعرفي انتك ما كنت بزعل. خلص يا عمر، شبك لا تضغط علي، وحياتك لحاكيها. العمر عم يمر يا جنات، ونحن لساتنا مكاننا. ناوي اقضي اخر ايامي معك سوا بسعادة وهناء ونكون مرتاحين. عم بطلب المستحيل؟ سلطانة. أهلين اسكندر. محمد جيراي بعت لنا خبر من شوي،
وعم يطلب مقابلتك. بده يشوفك على الموضوع كتير مهم. إذا بتحبي برافقك بمشوارك يا سلطانة. لا ما في لزوم، خليك هون مع مولانا. سلطانة قسم فعلا جميلة. ارجعي على الحرم لك. ليش اجينا لهون يا سلطانة؟ يعني شو مناسبة هالزيارة؟ اللي شو هالمسألة المهمة كتير؟ طلبت قابلك يا سلطانة لأنك دائما كنتي تعامليني منيح، لهيك ما قدرت أخبي عنك الشيء اللي سمعته. ما عندي وقت بنوب. وصلني خبر اليوم وما تأكدت منه، بس مولانا مستهدف، في حدا ناوي يعمل على السلطان انقلاب ويخلي واحد من الأمراء يستلم العرش. Ah!
خبروا مولانا اني اجيت. سامحيني يا سلطانة، مولانا مشغول كتير. باشا. سلطانة. اليوم سمعت شوية حكي، ما بعرف قدي لازم اخذ الموضوع بجدية، وخصوصي انه من محمد جيراي. شو عم يقول هالمغفل؟ غريب كتير، هذا العلاج مصنوع من أفضل الأعشاب. أنا مستغرب كيف ما عطى مفعوله وسكن آلامك. ما عم ينفع معي شيء يا رئيس الحكمة. ما تحسنت أبداً وهذا الوجع عم يزيد بمعدتي وما عم برتاح. سلطانة، أنا بحكي مع محمد جيراي وبسأله وبفهم منه هالمعلومات من وين جابهن. بيكون أحسن باشا، لازم نطمن. رئيس الأطباء؟ سلطانة؟ أنت شو عم تعمل هون؟ ليكون مولانا فيه شي؟ لا، ما في شي بخوف سلطانة. مولانا السلطان حاسس بشوية وجع بمعدته. الصبح كنا مع بعض. من أمتى وأنت تعبان أحمد؟ وليش ما خبرتني بهالشي؟ ما في شي مهم. كبير الحكمة قال لي إنها شغلة بسيطة وبدي شوي لأتحسن. الحمد لله حرارتك مو مرتفعة، بس لازم ناخد احتياطاتنا، ممكن ترتفع. وجهك مخطوف لونه. قسيم، لا تخافي أنا منيح. أنت ليش إجيتي؟ هاتي قليلي. في موضوع ذو الفقار باشا رح يتحرى عنه إذا كان صحيح، بس لازم نكون حذرين بهاي الفترة بخصوص هالموضوع. يا ربي دخيلك. ومين هدول بقى؟ ما بعرف يا هومشا. انت قولي، ممكن يكون هالشي له علاقة بأمك السلطانة صفية؟ تعرفي كانت تسعى دائما لتسلم العرش للأمير اللي ببالها. شو معنات هالحكي يا ذو الفقار؟ هومشا، إذا كنتي بتعرفي شي قولي، يمكن نقدر نمنعهم. انت عن جد مو معقول. كيف بتفكر إني ممكن اسمح لأي حدا بأنه يأذي ابن أخي السلطان؟ محمد جيراي واحد خاين، لازم ما نوثق بكلامه أبداً. مفكر حاله إذا طلب العفو ممكن أعفي عنه. طيب شو بتضرنا إذا كنت حذر يا أحمد؟ من هلأ ورايح أنا رح أهتم شخصياً بأكلك وشربك وكل شي بخصك، وراح تكون هاي مهمتي من هاللحظة. أصلاً هيك عم تعملي؟ معناها صار الوقت لأعزل الكل، المرافقين والحراس وكل اللي قرب مني. مع الأسف في كتير من الأمور عم تمرق علي هون أنا كمان يا أحمد، مثل ياسمين مو هيك؟ بتنبه لي على أغواتي رتبوا المكان وأنت رتب لي هندامك كمان. يلا يلا سلطانة. أنا بدي أسألك سؤال يا بلبل، لازم تقلي الحقيقة شو هي وبصدق. حقيقة شو يا سلطانة؟ قليلي. ياسمين جبتوها لهون مشان تقتل السلطان أحمد؟ سلطانة وحياتك هالشي مو مزبوط، مستحيل هالشي. سمعت إشاعة يا بلبل. وهالإشاعة بتخص السلطان أحمد. سمعت إنه في محاولة لاغتياله. إذا أمي إلها علاقة بخصوص هالشي احكي يا بلبل. تمام؟
لسه عنا وقت، فينا نمنعه. نهائيا سلطاننا مستحيل حدا يفكر يأذي، ونحن منمنع هالشي يكون بعلمك.